في بقى لقاح جديد لكورونا من غير شكشكة للإبرة. تخيلوا لقاح جديد هيتاخد كده بخاخة. اللقاح ده اللي فعلا الصين اعتمدته، ده أول لقاح لكورونا في العالم بيستخدم عن طريق بخاخة الأنف. ده طبعا ميزة كبيرة جدا في الطريقة دي، يعني لأنه التطعيم يعني فيه مش بس مشكلة شكة الإبرة، لكن كمان التخزين لازم يبقى طريقة معينة، أحيانا تحت درجات حرارة منخفضة جدا، ونقل بقى اللقاح من بلد لبلد. لكن البخاخة هيبقى أسهل جدا في التخزين واستعماله، هيبقى ببساطة. بكده الصين تقدر أو قدرت فعلا تسبق دول كتير. علماء الصين بيشتغلوا على أبحاثهم بقالهم فترة، ودول كتيرة برضو بشغالين في هذه الأبحاث. فالصين وعلماء الصين سبقوا علماء العالم في الوصول لتركيبة مصل تنفع تتاخد بالبخاخ. من حوالي شهر كان في فرق من علماء جامعة أكسفورد البريطانية وفريق من الباحثين الهنود يعني قالوا وأعلنوا عن نجاح تجاربهم على لقاح لكورونا بيتاخد بالبخاخ، لكن كانت نسبة نجاح اللقاح ده 62% ومدة الوقاية بتاعته 8 ساعات بس. كمان اللقاح ده ما خدش الموافقات الرسمية حتى هذه اللحظة. لكن قبل التاريخ ده وفي شهر مايو اللي فات، الصين أعلنت عن نجاح تجارب المصل اللي اعتمدوه مؤخرا بعد تجارب على المتطوعين ابتدت في سبتمبر 2021. نجاح الصين طبعا في اعتماد المصل الجديد بيعتبر اختراق طبي مهم، هيخلي موضوع التطعيم ضد كورونا أسهل بكثير، لأنه أصلا ممكن يتاخد بعد كده في البيت. ولكن حاليا اللقاح البخاخ ده لسه استعماله محدود في الصين، ولكن اكيد مع زياده انتاجه هينتشر بقى بسرعه بعد كده في العالم كله. اكيد كمان شركات الادويه العالميه مش هتسكت، هتقدم انواع تانيه من اللقاح الخالي من شكه الابر. طيب معانا على التليفون دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئه. دكتور اسلام اهلا بحضرتك معايا. واعتقد انه نجاح هذا اللقاح البخاخ انه يعني خلاص ما نروحش ناخد تطعيمات بشكه الابره، لا ممكن حتى نوصل بعد كده ناخد البخاخه دي في البيت ونطعم نفسنا بنفسنا، ولكن يعني دلوقتي هو تم تطبيقه في الصين ولسه على نطاق ضيق، امتى ممكن يوصل لي انا هذا اللقاح؟ وهل هو يعني مره واحده، يعني اخده مره واحده ليه جرعه واحده، ولا محتاج بقى جرعات متتاليه، ولا يعني ايه الحكايه بتاعته؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك انجي، مساء الخير. وانا هاخد من مقدمه حضرتك الجميله، يعني نبتدي ان هو فعلا هو في سباق في فكره اللقاحات عن طريق الاستنشاق، يعني سواء بالفم او الانف. احنا تحت التطوير حاليا في 100 تجربه سريريه ل 100 لقاح محتمل لسه تحت التجربه. فهم يعني شركه كانسينو والكونفيديشيا اير اللي هو المنتج بتاعهم ده هيبقى لو خد الموافقه النهائيه هيبقى اول فعلا بخاخ بالفم للكوفيد 19. طبعا هو زي ما احنا عارفين اللقاح بيتاخد عشان ثلاث حاجات، اول حاجه يمنع العدوى، ثاني حاجه يمنع تفاقم العدوى ان شخص يخش المستشفى، وثالث حاجه يقلل نسب الوفيات. التجربه اللي موجوده حاليا على اللقاح لبخاخ الفم هي لسه ورقه بحثها تحت النشر، بلو برنت بنسميها. فهي لسه طبعا ما خدتش النشر، ما توافقتش عليها للنشر، بس حكومه الصين وافقت عليها موافقه بنسميها مشروطه او طارئه. الفكره طب ليه اللقاح للانف عليه تطوير كثيره وبرده بخاخ الفم؟ هو ده طبعا ده بخاخ فم، لان في دراسات اتعملت على المناعه اللي ممكن تكون موجوده في الخلويه اللي موجوده في الفم او الانف. يعني احنا الفيروس طبعا بيخش من الجهاز التنفسي، بعد كده ينزل الجهاز التنفسي العلوي، بعد كده ممكن ينزل للسفلي. فطبعا اللقاح اللي بيتاخد في العضل اللي احنا طبعا كلنا خدناه ده يعني نسبته في الانف والفم بتبقى قليله، وبال ما يوصل للانف والفم عشان يمنع تفاقم الاعراض بياخد وقت. فطبعا يعني في راي حضرتك ان اللقاح البخاخه ده هيبقى ذو فعاليه اكبر؟ حتى الان الفعاليه اللي اتعملت في الدراسه كانت ضد حاجتين، يا اما الفيروس الاصلي ده خلاص ما بقاش موجود، احنا عندنا 87% من اللي موجود في الاصابات اوميكرون بي اي 5 و 98.5% اوميكرون، 2% بس حاجات ثانيه. فبالتالي لو بصينا يعني هنسيبنا خالص من النتائج اللي نشروها ضد الفيروس الاصلي لان ملهاش لازمه. ضد اوميكرون وده المهم،
هم لقوا ان بعد 28 يوم 92% من الناس لسه يعني عملوا مضادات اجسام، بعد 3 شهور بقت 85، بعد 6 شهور بقت 73. ماشي، بس ده معناه ان انا عندي مضادات اجسام. هو الاهم من كده ان حاجه بنسميها التتر، هو عدد مضادات الاجسام قد ايه، لان لو عدد مضادات الاجسام قليل مش هيبقى فيه مناعه. فهي الصراحه قليله شويه، يعني لو شفنا الورقه اللي تحت النشر اللي موجوده نتكلم في نسب قليله لدي، يعني بدون ما نخش في ارقام عشان يعني ما لهاش لازم نخش في ستاتستكس علميه مثلا، بس نقارن ايه ضد الفيروس الاصلي. لو كانت تتر او مستوى مضادات الاجسام كان بيبقى 1350، هو مع اوميكرون 52 بس. فطبعا نسبه الحمايه نفسها اقل، وده حاصل مع معظم اللقاحات للاسف. هو طبعا لقاح من نوع الفيرال فيكتور اللي هو زي استرازينيكا كده، اللي هو الناقل الجيني، انا بركب الفيروس على فيروس ثاني بحطه في سوليوشن، بعد كده هو بيتحول كده في خلال بخاخه ان هو يبقى رذاذ ويتاخد في الفم. ليه اي اعراض جانبيه؟ يعني احنا في بعض اللقاحات يعني كتير مننا حاسس ببعض الاعراض الجانبيه يعني في اول كام يوم، ده هيكون ليه اعراض جانبيه؟ هو حتى الان في الورقه البحثيه ما رصدوش اي اثر جانبي ليه علاقه باللقاح، بس برضه خلينا ناخد ان احنا يعني شفنا الموضوع ده في 280 شخص فقط. يعني اللي دخلوا التجربه البحثيه 280 شخص، لسه ما نقدرش نعمم محتاجين بالظبط يعني نعمم، لان في مثلا اثار جانبيه ظهرت حتى لو متذكرين مع فايزر وموديرنا كان بنقول واحد في كل 100,000، فهي ما ظهرش الاثر الجانبي لما ابتدى يبقى في 100,000 شخص بياخد اللقاح. فطبعا لسه بدري ان احنا نقول هل في اثار جانبيه ام لا، بس هي طبعا الموضوع واعد، ننتظر قليلا لغايه ما نشوف الورقه البحثيه نفسها هتنشر ام لا، هننتظر كمان لما نشوف ردود افعال العلماء في جميع انحاء العالم على، وهنقدر نطعم دي الاطفال ولا لا كمان برضه بالظبط، لان الدراسه كلها كانت معموله على الادلت على البالغين الكبار بالظبط. لكن عايزين نعرف، لسه ما نقدرش نحكم على كده، بس طبعا لو ده حصل وبما ان كل الشركات داخله في هذا الاتجاه غالبا في خلال سنه مثلا من الان، بما ان التطعيم هيبقى موسمي تقريبا زي الانفلونزا، بخاخات الانف والفم غالبا هي المستقبل المريح للقاحات لو ما حصلش تحور مستمر، لان برضه هي معلومه صغيره كده، حتى اللقاح ده مش معمول على اوميكرون اللي موجود حاليا كمان، اللي موجود حاليا بي اي 5، هو اتعمل على بي اي 1 اللي هو خلاص مش حتى موجود. فكل ما هيتحور زياده كل ما الناس ما بتلحقش، هنلحق على ايه ولا على ايه يعني؟ يعني كل 3 شهور هيبقى مضطر ان هو يغير السترين، فطبعا الموضوع يعني مش مكلف ومجهد يعني. طبعا، بس يعني حضرتك عارف طبعا ان منظمه الصحه العالميه اعلنت من كام يوم انه نسبه الاصابه بفيروس كورونا قلت على مستوى العالم نسبه 24%. حضرتك بتقول ان كل كام شهر في متحور جديد، ولكن يعني انه تقل نسبه الاصابه بالفيروس، هل ممكن يكون ده معناه بدايه النهايه لفيروس كورونا، ولا احنا هنعيش بقى حياتنا كلها مع متحورات كورونا طول عمرنا؟ دي نقطه كويسه. يعني احنا التحور اللي بيحصل هو تحور فرعي، يعني مثلا احنا من اول الموجه قبل اللي فاتت لدلوقتي هو كلهم اوميكرون، بس سب فاريانت يعني تحورات فرعيه الاوميكرون، لغايه ما وصلنا دلوقتي احنا عندنا بي اي 5 و4، فطلع مثلا متحور فرعي جديد ده اللي بيظهر، لكن الحمد لله كلهم مش نحو ان هو يبقى اشرس، ولكن الحمد لله كل تحور كان بيبقى اضعف ولكن اكثر انتشارا واكثر هروبا من اللقاحات. اللي احنا شايفينه علميا ان المفروض على اخر السنه بنسب الاصابه ونسب الوفيات اللي موجوده حاليا ان مفيش داعي ان احنا نطلق تاني على كوفيد 19 وباء عالمي، يعني اعلان منظمه الصحه العالميه كوفيد 19 ان هو وباء عالمي ممكن ينتهي ويبقى مرض عادي زيه زي الانفلونزا، محتاج لقاح موسمي كل موسم خصوصا كل خريف وخلاص يعني نتعود عليه. هو فعلا نسب الاصابه قلت جدا الاسبوع ده، احنا العالم الاسبوع ده كمان على الاسبوع اللي فات قل 16%، يعني الربع يعني تقريبا الاسبوع ده الشهر ده عشان فات الربع الاسبوع ده عن الاسبوع اللي فات 16%. في الشرق الاوسط مثلا الاصابات قلت 37% الاسبوع ده، كويس قوي، والوفيات قلت 35%، يعني احنا دخلنا على التلت كمان، فده طبعا يعني مؤشر جيد. ولكن برضه احنا عايزين نقول للناس هو على الخريف الاصابات هتبتدي تعلى تاني، محتاجين على طول يعني انت كنت طمنتني شويه دكتور يعني لسه باديه اهداف، يعني الخبر على الخريف الاصابات هتبدا تعلى تاني ناخد بالنا. يعني هي فتره راحه دلوقتي زي ما شفنا ما بين الموجات، الحمد لله هدنا في الموجه اللي كورونا مدينا هدنه يعني زي كل فترات الراحه اللي ما بين الموجات يعني والموجه اللي فاتت كان الحمد لله خفيفه، يعني نسبه الاشغال
في الموجه اللي فاتت كانت اقل من 2% في مستشفيات العزل، فالحمد لله يعني لو استمرنا على ذلك. ولكن احنا في معلومه مهمه، ان احنا معظم الناس اللي واخده التطعيمات عدى على التطعيم بتاعها اكتر من 6 شهور. فالبوستر مهم جدا، الجرعات المنشطه مهمه للفئات الاربعه، يعني كبار السن، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الكوادر الطبيه. بالظبط، في جرعه صحية. تنشيطيه وزاره الصحه الثالثه اعلنت انه ورابعه في اي واحد، بالظبط اي حد، اي واحد فينا يقدر انه يروح ياخدها في اي وقت، بالظبط، ودي مهمه جدا يعدي قبل على اقرب الطريق. مستشفى. بالظبط كده، بالظبط، مهم اشكر، عشان الحمايه اللي جايه لغايه ما ان شاء الله بس نعدي فتره دخول الشتاء باذن الله. اشكر حضرتك دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئه.